لازلنا نعيش في عصر المآسي، مآسي المسلمين، ولكل أمة عصر، وهذا ليس عصر الأمة الإسلامية، هذا هو عصر المظالم والمآثم على الأمة الإسلامية، العصر الذي استأسد فيه علينا من استأسد، وتعزز علينا من تعزز، وتجرأ علينا الجبان، وتعزز علينا الذليل. أصبحنا نواجه كل يوم مأساة بعد مأساة، وكارثة بعد كارثة، لا نكاد نشيع الشهداء إلا استقبلنا شهداء آخرين بالعشرات في فلسطين الحبيبة العزيزة، وفي رفح الغالية، وفي العراق، في بغداد، في كربلاء، في الفلوجة، في القائم، 40 قتيلا في مدينة القائم قتلوا وهم يقومون عرسا، تحول العرس الى مأتم، وزعم الامريكان زعموا انهم لم يكونوا في عرس، والناس يشهدون ان العرس كان قائما، قالوا انهم متسللون جاءوا من الخارج. وقد عرفنا الكذب عند هؤلاء، انهم يواجهون مأساة في العراق، العراق الذي استبسل في مقاومتهم، وشهد جنرالهم ابو زيد الامريكاني، وليس ابو زيد الهلالي، ابو زيد الامريكاني، قال امام الكونجرس ان القوة العالمية العظمى تواجه معركة صعبة ومريرة ضد عدو صبور ومقيت. هكذا اعترف هذا الجنرال انهم يواجهون معركة صعبة ومرة امام عدو مرابط مصابر صبور، وستزداد المعركة ضدهم يوما بعد يوم، ولذلك يشفون غليلهم في مثل هذا، في ضرب هؤلاء المدنيين الذين يقيمون الاعراس، كما ضربوا قبل ذلك في افغانستان، وعوضوا المضروبين في العرس كل واحد ب300 دينار كأنه ارنب او دجاجة، يعني 300 دينار. هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم الذين ارتكبوا الفضائح التي هزت ضمير العالم كله، الفضائح التي يندى لها جبين اي انسان عنده ذرة من حياء او مسكة من ضمير. هؤلاء الذين حاكموا احدهم فحكموا عليه ب12 شهرا كأنه ارتكب مخالفة مرور او يعني جنحة بسيطة. هذه الفضائح التي رأيناها ولم نستطع ان نمعن النظر فيها لانها مناظر تقزز الانفس يخجل منها الكريم، هذه المناظر التي ليست هي كل ما حدث، فليس كل ما حدث صور، وليس كل ما صور نشر. يحكمون في محكمتهم ب12 شهرا على جندي، المسألة ليست جنديا، ان الجندي انما يفعل بامر قادته، ولو لم يعلم انه في هذا يرضي قادته ما فعل هذا. ان انتشار هذا بهذه الصورة المزرية يدل على ان الامر مخطط، ولكن الله كشف سترهم وفضح امرهم. هؤلاء يحكمون كما حكمت محكمة اسرائيلية من قبل، حكمت لصالح شارون وعصابته ان لهم الحق في
ان يدمروا من المنازل في رفح ما يدمرون. وماذا ننتظر من محكمة اسرائيلية؟ وكيف نلجأ الى محكمة اسرائيلية؟ هل يلجأ الانسان الى خصمه؟ هل يكون الخصم حكما؟ هل يكون الذئب راعيا للشاة؟ هذا مستحيل. هؤلاء لا ينتظر منهم اذا حكموا الا ان يظلموا. والان يحاكم مروان البرغوثي، فبماذا سيحكمون عليه وهو يدافع عن وطنه، يدافع عن حرماته، يدافع عن مقدساته؟ ان العصابة الصهيونية قد تجاوزت كل حد في عدوانها على فلسطين وعلى قطاع غزة وعلى رفح خاصة، تجاوزت كل حد في سفك الدماء وازهاق الارواح وهدم المنازل بالعشرات. حتى ان امريكا الحليف والشريك الاستراتيجي خرج عن خطه الابدي هذه المرة ولم يستخدم حق الفيتو في مجلس الامن، فاصدر مجلس الامن قرارا يدين فيه اسرائيل. لقد تجاوزت الدولة الصهيونية الطاغية حدها، قتلت وذبحت ودمرت بزعم ان هناك انفاقا ما بين رفح المصرية ورفح الاسرائيلية، وقد ظلوا زمنا ولم نرى لهذا النفق اثرا ولم نسمع له خبرا، لم يرونا في صورة واحدة انهم اكتشفوا نفقا من الانفاق. انها اكذوبة كاكذوبة اسلحة الدمار في العراق. انهم يختلقون اسبابا، فاذا لم يجدوا سببا فعلوا ما يريدون، وان لم يجدوا شيئا. انها القوة الغاشمة الظالمة الطاغية. هذا ما تفعله دولة البطش والارهاب والظلم والطغيان، دولة بني اسرائيل، ما تفعله في فلسطين وفي غزة وفي رفح خاصة. ان عيني لتبكي وان قلبي ليدمي مما ارى كل يوم من هذه المآسي المتكررة. ارى اخواني واخواتي، ارى ابنائي وبناتي في رفح حينما تدمر منازلهم بما فيها من اثاث ومتاع وكل اسباب الحياة، ثم يفرون مذعورين حتى لا تنهدم هذه المنازل فوق رؤوسهم، وقد تركوا كل شيء وراءهم وبقوا في العراء، في العراء يفترشون الارض ويلتحثون السماء. كنا نقول ذلك في مواضيع الانشاء قديما. هؤلاء حقيقة لا يجدون الا الارض فراشا والسماء لحافة. هل نسكت على هذا الضيم؟ هل نجد احدا يحمى لنا ويتحمس ويغار لنا؟ هل نجد من يقول ادافع عن هؤلاء؟ ومن؟ العرب، زعماء العرب، قادة العرب، حكام العرب الذين سيجتمعون غدا في تونس. هل هؤلاء الذين سيحمون فلسطين ويحمون رفح؟ إنا لم نرى أحدا احتج بقوة، لم نجد من صرخ في وجه إسرائيل، بل رأينا الصمت، رأينا الشياطين الخرس، رأيناهم في صمت القبور. هذا ما رأيناه عند العرب للأسف، ولا ندري ماذا سيفعلون غدا في قمتهم. هل ستكون مثل القمم الاخرى ام سيجدوا يقولون شيئا جديدا؟ اغلب الظن ان العهد بهم هو هو. هل يحيون من موات؟ هل يجتمعون من شتات؟ هل يستيقظون من سبات؟
هيهات هيهات. اننا ندعو الاخوة المؤمنين في كل مكان ان يمدوا يد العون لاخوانهم في رفح. لا يجوز ان يظل هؤلاء في العراء ولا مأوى لهم، لابد ان نسعفهم، ان نغيث لهفتهم، ان نفرج كربتهم. ألسنا امة واحدة يسعى بذمتهم ادناهم هم يد على من سواهم؟ ألسنا كالجسد الواحد؟ ألسنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ اين هذه المعاني؟ نقولها كلاما ولا نراها فعلا. نحن نريد من الامة ان تثبت وجودها وتثبت وحدتها. اخوتنا في اسلام، موقع اسلام اونلاين، طلبوا مني نداء، قدمت لهم نداء، وطلبت المسلمين ان يبذلوا لهؤلاء، ويستطيعون ان يبذلوا، يستطيع المسلمون ان يبذلوا من زكوات اموالهم. اخوانكم في فلسطين وفي رفع خاصة يستحقون الزكاة، هم ابناء سبيل مشردون، هم فقراء ومساكين وغارمون، وهم في سبيل الله، لانهم ما فعلوا ذلك وما اصابهم ذلك الا لانهم حملوا السلاح دفاعا عن انفسهم، وضعوا رؤوسهم على اكفهم، قدموا ارواحهم وقدموا ابنائهم وشبابهم فداء لوطنهم ومقدساتهم. هم في سبيل الله، هم يستحقون الزكاة من اكثر من وجه. فاعطهم يا اخي من زكاتك، اعطهم كل زكاتك، نصف زكاتك، ربع زكاتك. يستحقون ان يعانوا من الزكاة، ويستحقون ان يعانوا من الصدقات التطوعية الاختيارية، وكل هذا في ميزانك، ويضاعفه الله الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيرة. ويمكن ان تعطيهم من وصايا الاموات، من وصايا ابيك او جدك، الثلث او ما دون الثلث من الوصايا المعروفة في بلاد الخليج، تستطيع ان تعطيهم من هذا، تستطيع ان تعطيهم من ريع الاوقاف ومن ثمرات الصدقات الجارية، وتستطيع ان تعطيهم من اي مال فيه شبهة فوائد جاءت لك، او اي شيء تجد فيه شبهة الحرام، هو حرام عليك حلال لهم. تستطيع ايها الاخ المسلم ان تمد اخوانك ولا تتركهم ولا تتخلى عنهم. حرام عليكم ايها المسلمون ان تناموا على فراشكم الوثير واخوانكم لا يجدون اي شيء يضطجعون عليه. حرام عليكم تستمتعوا بما لذ وطاب من الطعام والشراب وهم لا يجدون القوت، لا يجدون ما يمسك الرمق او يطفئ الحرق. حرام عليكم ايها المسلمون. هناك ارقام تليفونات وضعها الاخوة في موقع اسلام اونلاين، تستطيعون ان تتصلوا بهم. الشركات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة واصحاب المال وحتى من كان معه قليل، يبارك الله في القليل، حاولوا ان تتصلوا بهؤلاء وان تقيموا بينكم وبينهم جسورا، قدموا ما تستطيعون لائتلاف الخير الذي يجمع ما يجمع من الاموال ومن التبرعات. وانا لا احب ان اسميها تبرعات، لان التبرع فيه معنى الاحسان والتطوع، وهذه فريضة علينا، ليس منا من بات شبعان وجاره الى جنبه جائع، هذه اغاثة واجبة، وهذا جزء من الجهاد بالمال، وهو فريضة على الامة في هذه الاونة. جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يا ايها الاخوة ساعدوا اخوانكم، مدوا اليهم يد العون، ولن يضيع ما تقدمونه لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يخلف الله عليكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وفي الآخرة يثيبكم الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين، وينصر إخواننا في العراق،
وانصر اخواننا في افغانستان، وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، وينقذ اخواننا المضطهدين من الاضطهاد. اللهم افكك بقوتك اسرهم، واجبر برحمتك كسرهم، وتولى بعنايتك امرهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم سدد رميتهم، وقو شوكتهم، وافتح لهم فتحا مبينا، واهدهم صراطا مستقيما، وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على الصهاينة المتجبرين الطاغين، اللهم انصرهم على الامريكان المتحيزين الظالمين، اللهم انصرهم على جميع اعدائك اعداء الدين. اللهم انا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد عنا كيدهم، وفل حدهم، وادل دولتهم، واذهب عن ارضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلا على احد من عبادك المؤمنين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا سريع الحساب، ويا هازم الاحزاب، يا هازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.